اعزائي المشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديده، وكالعاده برضو قبل اي حاجه بحب اشكركم على الدعم المتواصل للقناه، متشكرين والله يا شباب. في حلقه امبارح كده عملت افضل 10 اهداف لسالم الدوسري ونواف العابد وتياجو نيفيز، وقلت لكم كمان يا معلم في الفيديو اكتبوا لي اسم الفيديو تحت، وطبعا اكتر واحد فيهم هياخد لايكات هعمل له فيديو بيه. وطبعا يعني زي ما انتم شايفين كده لقيت لك حد منكم كده كتب لي كومنت قال لي اعمل فيديو عن تيفوهات نادي الهلال، وانا بصراحه بقى ما ينفعش يعني نكسر طلب الجماهير عشان يعني ما يبقاش عيب. انا بقى ان شاء الله يا معلم في حلقه النهارده جايب لك افضل 10 تيفوهات دخلات يعني لجماهير نادي الهلال. وطبعا يا جماعه كلنا عارفين ان اليورو شغال حاليا، فطبعا بقى يا جماعه لو حد عنده اي فكره نقدمها في البرنامج عندنا يا ريت يكتبها لي في الكومنتات تحت. خلينا بقى معلم نخش الفيديو سريعا، بس طبعا قبل ما نبدا ما تنساش انزل تعمل لايك، يعني يا شباب عايزين بس نوصل الفيديو دوت لحد 2000 لايك، وطبعا ما تنساش انزل تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا يا معلم. يلا يا عم، افضل 10 دخلات لنادي الهلال. يا سلام، بسم الله ما شاء الله، دي رقم 10 يا جماعه، بسم الله ما شاء الله على الناس يا جدعان والجمهور. يا سلام يا سلام، لسه بنبتدي لسه بنبتدي. دي رقم 9. اوه الحق الحق. لا لا لا، دخلات شكلها عظيمه، دخلات شكلها عظيمة حتى الآن، يعني تاني واحدة ولسه بنسخن. التامنة، خلينا نشوف التامنة كده فين. اوه ايه ده، الله أكبر الله أكبر، بجد ايه ده؟ احنا لسه بنقول يا هادي يا جدعان، يا جدعان يا جدعان، احنا لسه بنقول يا هادي. لا لا بسم الله ما شاء الله، بجد بجد بسم الله ما شاء الله. لا أنا عايزك تبص بص كده الكادر هو جاي من تحت لفوق، ده قصة، ده حوار تاني بصراحة. خلينا نشوف. يا عيني يا عيني، الحق الحق، دي رسمة رسمة، ها الحق رسمة العين دي. اوه غريبة، لا 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 صعبة صعبة جدا على فكرة يا جماعة، الموضوع ده صعب جدا مش سهل زي ما انتوا فاكرين، انك تقعد توزع اللي هي الكيت ديت على جميع الناس عشان تعمل دخله معينه، فالموضوع ما بياخدش مثال زي ما انتوا فاكرين، يعني الموضوع ده بياخد وقت وصعب، وعبال ما تجيب الفكره اصلا علشان تطبقها لكل الناس صعب. السته السته، الله اكبر، اوب 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 اوب، الحق فينش، ماشي يا عم. لا 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 لا، بصوا جماهير الهلال يا جدعان جدعان، بصوا جماهير الهلال بجد. طبعا يعني جماهير الهلال اللي انا عارفه يعني عنهم ان هم تقريبا اكبر جمهور في اسيا، اكبر نادي ليه شعبيه في اسيا كلها. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، بصوا يا جماعه في عظمه بجد، والله والله بجد في عظمه، في حاجات كده لازم تحترمها غصب عنك. بص لا لا بجد يعني برضو انا عايز اوريكم، هبقى اعمل لكم كده فيديو عن اولترس الاهلي عندنا في مصر، برضو كانوا بيقدموا عظمه كده. فين ايام الجماهير دي؟ ايام الجماهير دي لو ترجع تاني يا جدعان ده حوار بجد، حوار تاني احساس كده، تبقى نخلي اللي في الملعب يلعب غصب عنه، يعني حتى لو مستواه قليل هيطلع 90% من اللي عنده مش 90%. تعال نشوف الرابعه. اوه الحق يا عيني على الرسومات والخيال، يا عيني يا جماعه، والله حاجه عظمه والله. ايه امتى بقى؟ امتى ربنا يرفع عننا البلاء ده يا رب، والوباء اللي احنا فيه ده. بص 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 العظمه، بص الكادر من تحت لفوق، انا عايزك تبص خلاص الكادر ده خلص كل حاجه. بص العظمه بجد، انا عايزك تبص العظمه اللي الناس بتعملها، الناس دي بتتعب بجد والله عشان يقدموا حاجه زي كده. ده اسمه اولتراس حبا في النادي. امتى الجماهير ترجع تاني بجد والله، الجماهير لا وحش. بص يا جدعان الله اكبر الله اكبر بجد، الله اكبر بجد، حاجه عظمه، حاجه المفروض نفتخر بيها. الجماهير العربيه لما تعمل حاجات زي كده، يا عم ده في اوروبا ما بيعملوش كده، احنا بنحب اللعبه الحلوه، اللعبه اللي هي شعبيه،
يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، الله اكبر بجد. وربنا حاجه تفرح، حاجه تفرح ولا لا؟ لا لا، نادي الهلال نادي عظيم بصراحه. اتفاجئت، انا مش متابع اصلا للكره السعوديه، بس بصراحه اتفاجئت. الله 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 يا جدعان، يا جدعان اتفرجوا على العظمه، يا جدعان يا جدعان اتفرجوا، يا جدعان احنا مش عارفين نقول ايه، مش عارفين. تخيل تبقى فرد انت بالناس دي، واحد من الناس ديت وماسك كده وبتشجع الفريق بتاعك وبتبقى مشارك في دخله زي كده، وتيجي بعد كده تشوفها تتفرج عليها يعني. لا لا بجد احساس جامد قوي، احساس ما تحسهوش غير لما يكون في عدد كبير، والجماهير اهي الجماهير بتدل على الكلام ده. رقم واحد، خلينا نشوف رقم واحد. جامد حلوه، بس في احسن تقريبا. هي رقم واحد كان فيها تقريبا قبلها احسن منها. سواب ماشي، سواب اه ماشي. ايه بقى؟ لا بس بص 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 الجماهير، الله اكبر بجد بجد الجماهير الله اكبر. بص العدد قد ايه يا جدعان، بسم الله ما شاء الله بجد. يا عيني، حاجات عظمه بجد. ايه ده؟ ايه ده؟ الحق 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 الرسمه. لا لا مستحيل مستحيل بجد بجد مستحيل. لا 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 مستحيل بجد بجد. جابوا العظمه دي منين؟ جابوا الفن ده منين؟ لا 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 انا هقف هقف شويه هنا. بص 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 الرسمه اتحولت منين ليه؟ لا 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 يا جدعان، لا بجد بجد صعبه صعبه فوق من انت تتخيل انك تعمل رسمه زي كده بالجمهور بشويه بس كتات كده، حاجه صعب صعب جدا. لا 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 بجد، لا 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 عاش عاش بجد، عاش جمهور الهلال، عاش فعلا، يستحق لقب افضل جمهور في اسيا حقيقي. لا لا بجد حاجه عظمه عظمه اقسم بالله. لا 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 يعني انا مش عارف اقول بجد، والله العظيم حاجه عظمه فعلا. بس بقى معلم كده الحلقه خلصت. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك اي فيديو جديد، واشوفك الحلقه الجايه. السلام عليكم.